انا اخويا كنت مريح حدا الدار، هادي واحد العداوه عندنا مع واحد الناس. انا مريح حدا الدار جاو طاولوني ثلاثه، قسما بالله العلي العظيم الا مريحت بقى واحد كيضرب بغانجو واحد بجنويه عاد الاخر بالزرواطه، بقاو كيضربو. دانا الوالد ديالي الطوموبيل دغيا غيب على التصاور تما كاينين، غنوريهم لك ونوريك وراق ديال السبيطار ونوريك كلشي. هادو عداوه، هادو داصرين، هادو كيبيعوا هنايا لتحت الحشيش، كيبيعوا الحشيش هنايا لتحت. الا بغيتي نمشيو معاهم نمشيو نوريهم دار بدا والسارقه. كاين واحد الشفار كيشفر بالليل وكيجي باش عندهم، ماشي ود الدوار، كيسكن في الدوار عكاشه، ما كيسكنش حتى ود هنايا، ماشي ود هنا، كيجي يسخب بيه هنايا. هذوك كيديروا داكشي ديال الاخفاء المسروق. هذه هذا هو خويا، انا فايت ليا كانوا ضاربوا مع خويا، راه كاينه الديكلاراسيون وكاينه كلشي، ضاربوا مع الاخ ديالي شحال هذه دابا عامين. دا طبقوا الاجراءات ديالهم وداكشي، خويا كان يضرب العقوبه ديالو، فارينا معاهم طلبوا لنا فلوس. هما ديما كيطلبوا يضربوا معاك باش يطلبوك فلوس، طلبوا لنا الفلوس ب 10000 درهم باش فارينا معاهم الدار، وبقاو حاقدين العداوه. البارح كانوا سكرانين بثلاثه، هما ثلاثه بهم مريح حدا الدار، كنت فاجئ جاو ليا كاع ما عالم ما ضان ما والو. كون كنت غير عالم راه غادي ندافع على راسي ولا غندير شي حاجه. ديما فهمتوا ولا لا؟ كيدوزوا كيبقاو يعايروا كيبقاو فهمتش يقولوا شي هضره اللي ما كايناش. حلا دابا نوري لك 16 غرزه هاد الضرابي الاخرين، هام هاد الضرابي وطالبين ليا السكانر، ما مشيتش بغيت ندير السكانر دابا، قال لك ما كاين السكانر حتى النهار الاثنين عاد دير السكانر. قلنا لهم واخا حنا غادي نعلم كتب الله كيتصرفوا صافي راضي الحمد لله. انا كنطالب بالسي الحموشي وبالمخزن ياخذ لي حقي من هاد الناس هادو. انا خدام عندي محل ديالي ديال التيسيكليست وعندي تصاور وعندي فيديوهات ديال محلي. انا كنطالب بالسي الحموشي والمخزن كاين غنعلمهم في هاد البلاد، ماشي ما كاينش، ياخذوا لنا حقنا من هاد الناس هادو صافي. هادشي اللي بغيت، حتى هما كيكذبوا دابا وكيناضلوا. البارح مشاو طيحوا الوالده ديالهم باش حقا يديكلاريو بان انا اللي فهمتي توشي تا هو. انا البارح كنت في غيبوبه، راه كاينين التصاور كاين كلشي. انا البارح كنت مغيب، الدري كان مريح حدايا خدام معايا ضربوه بغانجو كيسحبوا هاي الضربه حتى هي ديال الدري خدام معايا. عييت ما نكذبش عليك صافي، وانا ندخل دخلوني الدار. انا كنطالب بالمخزن ياخذ لي حقي من هاد الناس هادو، كنطالب حتى شي حاجه اخرى. حنا خويا كنا مريحين، انا ويت السيكليست ديالي الباترون ديالي مريحين، يلا سالينا الخدمه ديالنا مريحين كنتعشاو. تمو جايين عندنا اربعه، هز واحد هز عصا والاخر هز السيف والاخر هز غانجو وواحد هز الجنويه. دويت معاهم بحال هكا قلت لهم ما انا حنايا اش دايرين ليكم، بداو كيضربوا مدوا معانا ما كلمونا ما والو، جاو وقفوا عندنا بداو كيضربوا فينا. حنا شنو درنا لهم؟ ما درنا لهم حتى حاجه. حنا انا تضربت في رجليا، ضربني بغانجو، الدوره اللي درت نشوف المعلم ديالي مالو، لقيته مضروب كامل هنا في راسو بالدم. هذا حساب قديم اخويا، كان ضارب الاخ ديال هذا ضارب مع خوه، انا حش خدام معاه. قالوا لي انت كتوصل الاخبار ليه هوايا، حيت هما تماك بزنازه كيبيعوا الحشيش كيبيعوا الفانيل كيدخلوا الدريات الفساد كلشي كاين، معروفه عليهم تماك في البحر كلشي كاين عندهم تماك، تما شراب ولاو كيبيعوا تماك. بقات الغبره هي اللي بقات لينا هنا، ما كيبيعوهاش لينا، كلشي ولاو كيبيعوا. هذا لا معاهم حنايا، راه ولينا خايفين، راه شو اللي طريح قدام قدام داركم ولا شي كتخاف، كم ريح قدام داركم خدام ولا شي كتغدر. وواحد عاوتاني جايبينه من عكاشه خدام معاهم ومايا، كيدوز كيدور في الدرب كيدوز في اي قنش بسي 50 كيشفر، كيدوز في اي قنش كيشفر. هما اللي دايرينو هو صحيح، كاين القانون والله ينصر سيدنا. هذا الاخ ديالي كان شاد خوم صغير مناقش وياه حدا القوس، تيهضر هو وياه، جيت ديت ولد خويا جيت وحدا الدار بركتو ما كايناش 10 دقائق، دخلنا حنا الدار تتبلي ثلاثه تهجموا على ولد خويا، واحد بسيف واحد بزرواطه وغانزو ثلاثه، ما جينا فين نخرجوا هما هربوا مشاو خباهم داوهم. شكون اللي بقينا؟ لقينا غير العيالات، ان حتى شي واحد فيهم هما مضروب، ولد خويا اللي محل ولد خويا اللي مطاول انه ثلاثه الناس وكل واحد فيهم قداش، يعني ماشي رجله راه حقره. ضربني خوهم الكبير شي لعيب جنويه تنضربوا بالحق ديال خويا، المخزن يجي ياخذنا الحق ديالنا، اشي واش نطلبوا؟